المكتبة العلمية المتخصصة في تاريخ القدس وفلسطين تعقد اليوم بالرباط الاجتماع العادي الثاني لها بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وتعتبر المكتبة واجهة ثقافية للحفاظ على تاريخ المدينة المقدسة وتراثها الحضاري والثقافي. المعركة ليست معركة سياسية فقط، هي معركة ثقافية أيضا، بالنظر إلى ما تقوم به إسرائيل من محاولات لطمس هذه الهوية وتدخلها في المناهج التربوية في القدس الشريف وتزويرها لأسماء الآثار العربية الإسلامية في القدس، فلا بد من مكافحة هذا ومواجهته عن طريق العلم وعن طريق الكتاب وعن طريق نشر الثقافة الحقيقية. وتعد هذه المحطة الثانية للمكتبة مناسبة لبحث آليات تطوير عملها في مواجهة مشروع تهويد القدس وطمس ذاكرة المقدسيين. اليوم نحن بصدد عقد الاجتماع الثاني لدراسة والتباحث بشأن آليات تطوير عمل هذه المكتبة التي نأمل أن تؤتي يعني ثمارها في القريب العاجل وتقدم المعلومات الصادقة والدقيقة حول ما يجري في القدس الشريف، خاصة في ظل هجمة صهيونية شرسة على المقدسات. وتكمن أهمية هذا الصرح الثقافي في الضرورة الملحة لتعبئة الرصيد الفكري والتاريخي، فضلا عن ربح معركة الذاكرة التي لا تقل خطورة عن باقي واجهات الكفاح من أجل الحقوق الفلسطينية المشروعة.